شباب قناة شباب نت نيو. السلام عليكم. تعرض معلق قناة الرياضية عبد الصمد ولد شهيبة لسخرية كبيرة من الجماهير المغربية، وذلك على خلفية تعليقه على المباراة الودية للمنتخب الوطني المغربي أمام ضيفه البوركينابي أمس الجمعة، مستهزئين من بعض العبارات التي يستعملها. وسخر نشطاء فيسبوكيون من المعلق ولد شهيبة باعتباره يغرد خارج السرب ويستعمل عبارات غريبة في تعليقه على حد تعبيرهم، كما تساءل الكثيرون عن اختيار قناة الرياضية لمعلقها ولد شهيبة للتعليق على مباراة كرة القدم بالرغم من الانتقادات التي يتعرض لها في الكثير من المناسبات. وليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها ولد شهيبة للانتقادات، وذلك بسبب غياب الحماس والتفاعل في تعليقه، كما وصفه أحد الفيسبوكيين بالقول: حتى وإن استمعت لهذا المعلق طوال المباراة فلن أستطيع أن أحدد طرفي المباراة من خلال تعليقه لم أرى الصورة. يذكر أن ولد شهيبة قد عين أمس الجمعة للتعليق على المباراة الودية للمنتخب المغربي أمام نظيره البوركينابي بالملعب الكبير بمدينة مراكش بطريقة لم يستسغها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه.